القرآن الكريم هو حبل النجاة لمن تدبره وفهمه وتفكر فيه، هو غذاء الروح لمن حفظه عن ظهر قلب وعمل به، فهو ليس بكلام بشر، إنما جاء من الجبار والعزيز الله عز وجل، فمن يرد منا أن يحدثه الله بأمر فليقرأ قرآنه الكريم. لذلك فقد أطلق مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وبإشراف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في بني وليد مسابقة الأخيار في حفظ القرآن الكريم وتجويده بمشاركة 40 متسابقا من مدن بني وليد وترهونة وزليتن ومسلاتة. شاركت في المسابقة في جانب القرآن الكريم كامل. نشكر اللجنة المشرفة على تنظيم هذه المشاركة وعلى تحفيز الطلبة من ناحية النفسيات والتشجيع على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتجويده، والشكر موصول إلى لجنة التحكيم وإلى أهلنا في مدينة بني وليد على حسن استقبالهم. رئيس لجنة التحكيم الصادق أحمد عبد الكريم أوضح لقناتنا أن المسابقة تشتمل على 5 جوانب، هي حفظ القرآن كاملا وحفظ النصف الأول وحفظ النصف الأخير، بالإضافة إلى حفظ الربع الأخير وحفظ الأجزاء 3 الأخيرة من القرآن الكريم، مضيفا أن المسابقة تستمر 2 يوم وتهدف إلى إبراز النخب الطيبة المتميزة من الأبناء والوصول بطلبة القرآن الكريم إلى أعلى مراتب الأداء والإتقان. هذه المسابقة تشتمل على 5 جوانب، أولها حفظ القرآن الكريم كاملا، وثانيها حفظ النصف الأول من القرآن الكريم، وثالثها حفظ النصف الأخير من القرآن الكريم، ورابعها حفظ ربع ياسين، وخامسها التنافس في حفظ الأجزاء 3 من القرآن الكريم. المسابقة التي انطلقت تحت شعار اقرأ وارتقي بمسجد الزيادات ببني وليد، وحضر حفل افتتاحها ممثلون عن مكاتب الأوقاف في كل من ترهونة ومسلاتة وزليتن وبني وليد، وجمع من المشايخ والأئمة وأولياء أمور المتسابقين، تهدف إلى تسليط الضوء على تعلم القرآن وتدبره لما له من أجر عظيم عند الله عز وجل، علاوة على تشجيع جميع المسلمين على التعمق في دينهم الإسلامي الحنيف وإحياء أيام وليالي شهر القرآن بالتنافس بين حفظته في أشرف الميادين.